أعربت عائلة الشروقي عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعمها لسياسة جلالته التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي. وتؤكد عائلة الشروقي أن ما يقوم به النظام القطري وقناة الجزيرة التي يحتضنها من أجل استهداف أمن واستقرار دول المنطقة هو لا يمثل موقف الشعب القطري الشقيق بقبائله الكريمة التي تربطهم علاقة النسب والمصاهرة مع العديد من قبائل وعوائل البحرين. هذه العلاقة التاريخية التي لا يمكن أن تزعزعها الأساليب الرخيصة والمستهجنة. وأوضحت عائلة الشروقي أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما في مسيرة التنمية والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى، مؤكدين أن مملكة البحرين عصية بإذن الله أمام محاولات النيل من نسيجها وتكاتفها الاجتماعي وشق الصف والعبث بالانتماء الوطني، والتي سيكون مصيرها الفشل أمام إرادة أبناء مملكة البحرين الراسخة.